When we talk about sea level rise, it's not just about inundation of certain areas. We're talking about saltwater intrusion that will affect groundwater in terms of the groundwater table level, as well as the salinity of the groundwater. We already have a problem with groundwater levels in the northern part of the delta already without climate change or sea level rise. احنا لسه في شهر 10 والناس مصيف شغال تمام، وعدد يعني زودنا يعتبر في الصيف شهر، هو شهر 10 يعتبر كان خلاص مدارس والجو ساقع، لا دلوقتي لسه الناس في الميه ولسه الصيف شغال. لما بيخش الشتاء، الشتاء برضو بيتاخر شويه بس بيجي قوي، يعني بيجي بعد نوه جامده ممكن تكسر الدنيا، يعني بتبهدل اسكندريه خالص. أكتر من 12 كيلومتر من الحواجز تم إنشائها على مختلف القطاعات المهددة، وحاليا احنا شايفين استكمال المشروع المرحلة الثانية. منطقة بحري هنلاقي حواجز أخرى بتقام مش بهدف حماية السواحل بس، لا حماية الآثار اللي موجودة في اسكندرية زي قلعة قايتباي، نتيجة لتهديد الصخرة الأم اللي مبنية عليها القلعة من عوامل النحر وارتفاع الأمواج،